دبي وجهة من الدرجة الأولى تقدم أجود ما في عالم السفر والرفاهية. في هذه الحلقة من Explore سنأخذكم في رحلة شاملة حيث نختبر أفضل العلاجات الصحية التي تقدمها المدينة. نبدأ من هنا من أنانتارا سبا في نخلة جميرة. مع 24 غرفة علاج يوفر هذا الملاذ ذو الطراز الآسيوي رفاهية فاخرة لتجديد شباب الجسم. تشمل العلاجات جلسات تدليك المغنيسيوم المعززة للمناعة 100% من المغنيسيوم النقي. ما هي الفوائد الصحية للمغنيسيوم؟ يقلل من تشنج العضلات. حسناً، ما الذي يميز هذا العلاج؟ يساهم بالتخفيف من تشنج العضلات ويساعد على النوم جيداً. يمكن للزوار أيضاً الاستفادة من نصائح تتعلق بنمط الحياة ومعلومات التغذية والإرشاد الديناميكي. نحن هنا بالطبع لنوجه العميل، لأن ما هو التدليك وما هي هذه العلاجات؟ إنها ليست مجرد لحظة واحدة أو فعل. من المهم إن كنت ترغب بالحفاظ على وضع ذهني جيد وصحة جيدة أن تقوم بهذا باستمرار. شكرا لك كان. حسناً، أعذروني، عيني منتفخة. كان هذا مريحاً للغاية. قيل لي أن الأشخاص الذين لا ينامون كثيراً مثلي لدي طفلان صغيران، قيل لي أنه إذا كنت لا أنام جيداً فالمغنيسيوم يفيد حقاً ويريح، وهذا بالضبط ما أشعر به. يمكنني الذهاب للنوم فوراً. عبر المدينة في أبراج الإمارات ستجد كرايو. هذه العيادة متخصصة في العلاج بالتبريد، وهذا بالنسبة لي مرادف لأفلام الخيال العلمي. لذلك أنا هنا لمعرفة المزيد عن هذه العلاجات المتخصصة والتي يتم إجراؤها في درجات حرارة دون الصفر. بعد استخدامه في البدايات لعلاج أمراض الروماتيزم، تطور العلاج بالتبريد لتسخير أساليب التجميد السريع قصير المدى في تحسين الأداء وتعزيز الجمال والتنحيف. في علاج كرايو الكامل للجسد يتعرض الجسم لدرجات حرارة دون الصفر 140 درجة تحت الصفر لمدة 3 دقائق. الفائدة الأساسية من العلاج هي حرق حوالي 600 إلى 800 سعرة حرارية في كل جلسة، كما أنه يعزز عملية الاستقلاب ويحسن المناعة ويساعد في الشفاء. كان هذا بارداً حقاً. الأمر يشبه إلى حد ما الدخول في ثلاجة حرفياً. الأمر يستحق مقابل حرق 400 سعرة حرارية. الحرارة كانت 120 درجة تحت الصفر تقريباً، ويجب أن أعترف لم أصمد لثلاثة دقائق، لكن حسناً هذا كان مختلفاً تماماً. فندق ماندارين أورينتال هو واحد من أحدث فنادق دبي الفاخرة، يتضمن منتجعاً صحياً ذا 5 نجوم، ولكن كوفيد-19 فرض عدة تحديات وتدابير سلامة جديدة على صناعة التجميل والصحة والرفاه. نتبع معايير نظافة عالية جداً وبروتوكولات عالية جداً، وقمنا بتغيير جميع بروتوكولاتنا. أعتقد أنه بمجرد أن شعر الناس أنهم مرتاحون للعودة إلينا، شعروا أيضاً بالحاجة إلى القدوم والحصول على العلاجات. وجدنا أناساً كثر تعرضوا لضغوط شديدة، عانوا من الأرق والضغوط على الصحة العقلية والنفسية المنتشرة الآن مع فيروس كورونا. من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يكون هناك مزيد من التواصل البشري الذي أعتقد أننا جميعاً فقدنا خلال الوباء. أكثر العلاجات شهرة هنا هو بالتعاون مع عيادة إليكسير مصل فيتادريب. بعد استشارة الطبيب يوصل مصل جرعة الفيتامينات مع وعود بتحسن من الداخل. هل سنشعر بالفوائد بسرعة؟ هناك عدد من فيتامينات بي داخل هذا الخليط، وخاصة فيتامين B12، وهو جيد جداً لمنح الطاقة. لذا ستشعرين بدفعة طاقة مفاجئة مباشرة، لكن الأمر يستغرق وقتاً كذلك للشعور بمجمل التأثير. الخليط يذهب مباشرة إلى مجرى الدم، لذا تصل الفيتامينات إلى داخل جسمك بشكل أكثر فعالية مما لو أخذتيها من الطعام أو تناولتيها عبر الفم. مدينة تفخر بقدرتها على تقديم أحدث العلاجات، دبي تلتزم بالتأكيد بنهجها الشامل.